كان عندنا صعوبات اللي والصعبه مع الاولاد اجوا كتير كتير هيك معصبين استرسي. بلشنا كان في عنا اولاد اهلهم محبوسين، في عنا اولاد اهلهم معاقين، في اولاد يتامى، وكانوا كلهم بحاجه. الاولاد كلهم حالات اجتماعيه، ولعها السبب بلشنا. لأنه بيتطلب من الإنسان يكون عنده شوية نضوج حتى يقدر يتعاطى معهم، وهالحالات هيدي صعبة وبدك تتفهمهم وتقبلهم وتاخذ وتعطي معهم حتى يقدروا يحسوا بالأمومة تبعك وبالعطف اللي هن محرومين منه ببيوتهم. روحياً كمان عم نعمل لهم نشاطات روحية برعية، بنعمل لهم سهرات إنجيلية، بنعمل لهم اجتماعات هون. تخمين بهيك حالة ممكن يا أولادهم يصيروا بالشارع إذا مش قادرين هن يربون. اليوم نحن عم نعاني إنه الدولة مش عم تقلنا مع الدولة ثلاث سنين مش دافعة أبداً أبداً. حمل كبير علينا صاروا.